فعلنا الجيش الليبي، الجيش الليبي هذا تم تفعيله بالفعل لما تدعونا الاحتياط. الجنود النظاميين لا نتعامل مع الميليشيات والثوار، هذه كلها حاجات مرفوضة الآن كلها بطريقة الزوال. You are out of the Middle East. دلوقتي في كلمة على النشاط السياسي المرة في الانتخابات. والله الشامي بقاله دلوقتي 127 النهاردة 128 يوم مضرم على الطعام في حجز انفرادي، مش عارفين ايه اللي بيحصله في الحجز الانفرادي ده. انزل موسيقى المال والبنون. انا اقول له انت خايف أن جميع الوظائف الحيوية لجسده في معدلاتها الطبيعية. إبراهيم المنيسي اللي كاتب في مجلة الأهلي المحترمة نادي المبادئ والقيم إن أنا بقى كلب بيعوي. خلاص؟ أنا أعرفه مين كلب بيعوي؟ يعني أنت مش متصورة كمية البرودكشن العالي قوي قوي اللي حصل في المسلسل ده، لأنه مسلسل تاريخي. We'll be right back.